تفاصيل أكثر حول الموضوع تلتحق بنا عبر الهاتف السيدة عائشة قبيلي مفتش بيطري بولاية صعيدة. أهلا بك سيدتي. أهلا الأخت، صباح الخير. صباح الأنوار. طيب، ربما أعلنت ولاية صعيدة عبر بيان عن ارتفاع عدد المصابين بالحمى المرضية نتيجة شرب الحليب غير المبستر، يعني كيف تعلقين على هذا؟ نعم، تم ظهور يعني سجل في الولاية كما قلت سابقا 64 حالة إصابة عند الإنسان، ونعرف احنا مرض الحمى المرضية هو مرض ينتقل من الحيوان إلى الإنسان، دونك نتيجة استهلاك حليب غير مبستر. نعم، احنا كمصالح بيطرية عبر التراب الولاية دور تاعنا، يعني بمجرد ما نتلقاو المراسلات من مديرية الصحة تقوم الفرق البيطرية عبر تراب الولاية بخرجات ميدانية من أجل التحقيق الوبائي باش نوصلوا إلى مصدر المرض. الخرجات الميدانية اللي قمنا بها يعني اتجهنا نحو كاين مربين يعني اللي يربوا الأبقار، يعني اللي معروفين، قمنا في حالة وجود الحيوانات قمنا بأخذ عينات تعدم، وقمنا بإجراء التحاليل ونحن في انتظار النتائج. هذه الحيوانات قمنا بعزلها وهي تحت الرقابة الصحية البيطرية. أما يعني بعض العائلات اللي اتصلنا بهم ودرنا التحقيقات، المربين صرحوا عدم اكتسابهم للحيوانات مع تصريحات شرفية. يبقى المصدر غير معروف. نعم. وبالتالي صديق نجمو نديرو خرجات اخرى، صديق تكوين لجنه على مستوى الولايه من اجل صديق الوصول فيها كل القطاعات المعنيه. نعم. من اجل صديق الوصول الى معلومات اكثر. نعم. الشيء اللي احنا نطلبوه من المواطن الكريم خاصه في هذه الفتره، نعرفوا الفصل الرابع والعادات تاع الناس، يعني عادات يقوموا بالاكل بشرب الحليب، شرب اكل الزبده الغير. نعم. في هذه النقطه سيدتي، يعني رغم التحضيرات ومضاعفات الحمى المالطيه التي ربما تبقى لوقت كبير جدا على جسم الانسان، انه المواطن اليوم مازال يستهلك الحليب غير المبستر وعدم التاكد من مصدر هذا الحليب ايضا يخلق اشكاليه كبيره جدا. نعم، حنا نعرفوا بلي المرض هذا يعني مرض خطير، العلامات تاعها هي تعرق والفشل، وممكن يعني هذا المرض اذا بقى في جسم الانسان يقدر يصيب حالات عقم عنده. نعم. وبالتالي حنا نطلبوا من المواطن الكريم، يعني ماذا بينا الحليب يجب عمليه الغليان حتى درجه 65 درجة مئوية التي تقضي على البكتيريا مرض الحمى المرضية. وفيما يخص الزبدة يجب عملية تذويبها. نعم. كذلك الذوبان يقضي على الآخر. نعم. على البكتيريا، وعدم شرب الحليب اللي ما يكونش المصدر تاعه، يعني الحيوانات اللي ما تكونش مفحوصة من طرف المصالح البيطرية. نعم. طيب، مبدئيا قلت في بداية المكالمة أنه تم تحديد بؤرة انتشار الحمى المالطية، هل يمكن أن تنتشر أو هل يمكن أن يرتفع عدد المصابين بالحمى المالطية؟ احنا نقوم قلت لك الأخت بعملية تحسيس، يعني الدور تاعنا نقوم بعملية تحسيس، نديروا صديقة نقوم بعملية فحص عند الحيوانات وذبحها ونعوض المربين على حساب الصندوق الوطني للتعويضات من طرف وزارة الفلاحة والتنمية الريفية.
جميل جدا. بانك معنا لبنس ان نذكر المواطن الذي يتابعنا في هذه الصبيحه بمخاطر شرب الحليب، ايضا بالمضاعفات كما قلتي، واللي من بينها واثقلها هو الاصابه بالعقم. نعم. اخي المواطن، نحن نطلب يعني عدم شرب الحليب ومشتقاته دون عملية الغلي أو الطهي فيما يخص مادة الزبدة، وكذلك الجبن الطازج، فجعل نتفادى تناول هذه لأن العدوى تنتقل بمجرد يعني استيناء هذا الحليب ومشتقاته. شكرا لك السيدة عائشة قبيلي، مفتش بيطري بولاية صعيدة. شكرا.